السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء مال الحرارة إلى معتدلة والرياح متغلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. وأيضا أعزائي المشاهدين، فرص أمطار الخير تعود مجددا منتصف الأسبوع المقبل. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا ورياح جنوبية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 33 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 20%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المتفرقة، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد منخفض جوي مؤثر علينا وراح يستمر معانا خلال 24 ساعة القادمة. الليلة أجواءنا مائلة للحرارة إلى معتدلة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 29 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة، وأيضا تحول الرياح إلى جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 41 درجة مئوية، بالنسبة للمناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 42 درجة مئوية خاصة في مزارع العبدلي. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة جيدة لممارسة أي نشاط بحري، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب توقيت المحل مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:48، موعد شروق الشمس في الساعة 5:11، أما غروب الشمس في الساعة 6:20. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الغد حتى يوم الاثنين أجواء حارة خلال فترة النهار، ولكن راح تميل الحرارة ليلا إلى معتدلة، أجواء جميلة خاصة خلال فترات الليل المتأخرة، واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 41 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 22 درجة مئوية، ولكن يومي الثلاثة والأربعة فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وأيضا أعزائي المشاهدين، متوقع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة. إذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة، وأيضا الحداقة ومرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من 6 أقدام. وأيضا درجات الحرارة متوقع انخفاض ما دون درجتين، قد تصل العظمى إلى 40 و39 درجة مئوية في مدينة الكويت، وقد تقل عن ذلك في بعض المناطق. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 21 إلى 26 درجة مئوية. يوم الخميس عودة للرياح الشمالية الغربية مرة أخرى وارتفاع في درجات الحرارة، قد تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية. أجواء حارة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون مائلة للحرارة ليلا إلى معتدلة، درجة الحرارة الصغرى قد تصل إلى 27 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.